بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمنان ومؤمنتان وبحق كل مؤمنان مدحته فيه وبحقك عليه، فلا أحد أعرف بحقك من. اطلبوا حوائجكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عفوا، كان هناك خطأ مطبعي، نقرأ الدعاء من جديد إن شاء الله. انشر المصحف بين أيديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا ما بدا لكم من حاجة وقدموا بين حوائجكم حاجة إمام زمانكم بالدعاء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم نفس هم المهمومين وفرج كرب المكروبين وفك الأسرى والمعتقلين واشف المرضى والمعلولين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، خصوصا من أوصانا بالدعاء ومن قلدنا الدعاء والزيارة. حاجتي إليك يا رب في هذه الليلة العظيمة التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. يا الله، حاجتي إليك يا رب، فكاك رقبتي من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ضع المصحف على رأسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك من. جميعا بك يا الله، 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 ب
بك يا الله جل جلالك وعظم شانك بمحمد صلى الله عليه وآله بعلي السلام يا الله بفاطمة عليه السلام جميعا بالحسن عليه السلام يا الله بمن اشتقتم إلى الجلوس تحت منبر الجلوس تحت سقف مأتم توجهوا به في هذه الليلة أن يكشف الله عنا هذا الوباء قريبا عاجلا ونرجع إلى مواطن ذكرنا إلى مآتمنا إلى مساجدنا ليس بعيد على الله سبحانه وتعالى بالحسين عليه السلام يا الله بعلي بن الحسين عليه السلام بمحمد ابن علي عليه السلام
لجعفر ابن محمد 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 عليه السلام. بباب الحوائج يا الله بالإمام الكاظم السجين خلص أسرانا يا الله بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 لعلي بن موسى عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام يا الله بعزيز فاطمة بصاحب الزمان يا مولاي يا فرج الله هذه شيعتك تتوسل بك في هذه الليلة وبآبائك الطاهرين وتتوسل بهذا القرآن العظيم وضعنا القرآن على رؤوسنا وقمنا ندعو لك ونتوسل بك إلى الله سجل أسماءنا في من تدعو إليه يا مولاي يا صاحب الزمان يلا حضر قلبك وأنت تنادي بالحجة عليه السلام يا الله اسألوا حوائجكم
فإلا تقضى إن شاء الله. ببركتي مولانا صاحب الزمان يا الله. إلهي أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يا الله. بمولانا صاحب الزمان اسأل الله الفرج يا الله. ليلة القدر السنة يا المهدي غير اسأل الله تنقضي واحنا على خير. ليلة القدر السنة وحشة ودموع راحت أيام اللي نتزاحم جموع بالمصاحف نبتهل واحنا خشوع حتى المصافح يا مهدي ما يصير. ليلة القدر السنة يا المهدي غير مولاي يا صاحب الزمان. ليلة القدر السنة شقد جارحة لا مساجد لا مواتم فاتحة. ليلة القدر السنة شقد جارحة مولاي لا مساجد لا مواتم فاتحة في البيوت قلوب ثكلة ونايحة تدري كم خاطر يا مهدينا كسير. ليلة القدر السنة يا المهدي غير سيدي يا فرج الله. ليلة القدر السنة نحيي على خوف. ليلة القدر السنة نحيي على خوف كم مريض بعلته وعينك تشوف كم بعيد بغربته ودمع دروف مولاي وكم ظنى عن أمه محجوب وأسير. ليلة القدر السنة يا المهدي غير يا صاحب الزمان نسألك الدعاء يا مولاي يا فرج الله.